بيوم 31/8/1999 في العاصمة الأردنية عمان، كل العرب كانوا منتظرين النهائي الكروي المنتظر، مباراة العراق والأردن في دورة الألعاب العربية اللي أقيمت بالأردن. مباراة مجنونة بكل معنى الكلمة، 25,000 متفرج في استاد عمان الدولي، وكان حاضر بوقتها الملك عبد الله المتوج حديثا بعد وفاة ملك الأردن السابق الملك حسين وزوجة الملك عبد الله الملكة رانيا. كان 90% من الجمهور هم الجمهور الأردني، والضغط الكبير على منتخبنا الوطني العراقي لا يصدق، وخاصة في وقتها كان العراق يمر بفترة حصار وعدم استقرار، وحتى مشاهدة المباراة بالتلفزيون داخل العراق ما كانت سهلة. واتذكر أغلب المدن العراقية كانت تعاني من انقطاع التيار الكهربائي. تبدي المباراة بصافرة من الحكم، وكان اللعب كلش عادي لحد الدقيقة 30 من الشوط الأول، يسجل اللاعب الأردني الهدف الأول من ضربة جزاء، وهنا احتفالات الجمهور الأردني تهز ملعب عمان الدولي، والفرحة كانت ما تنوصف. ويرجع المنتخب الأردني بالدقيقة 51 يسجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب بدران الشجران، وتشتعل المدرجات أكثر وأكثر، وبعدها يسجل كابتن منتخبنا الوطني راضي شنيشل بالخطأ بمرمانة الهدف الثالث في الدقيقة 67، وهنا كانت النكسة الكبيرة وهبوط معنويات منتخبنا الوطني. ويجي بعدها الهدف الرابع في الدقيقة 70، وهنا وصلت معنويات المنتخب الوطني إلى الصفر. احنا كجمهور عراقي قلنا خلص ما يحتاج أصلا نكمل المباراة، وبوقتها صار شيء لا على البال ولا على الخاطر. ايش عبالك يعني صار؟ انطفت الكهرباء وما ندري أصلا صار وراها. ومرة شوية اجت الكهرباء من جديد، كان نشوف النتيجة صارت 4-1، سجل الهدف اللاعب حسام فوزي بالدقيقة 73، وبعد دقيقتين يسجل حسام الهدف الثاني، وكان هم انطفت الكهرباء. هنا أنا صعدت عندي الغيرة وطلعت للشارع، لقيت المنطقة كلها برة ويريدون بس يكملون المباراة. رحنا ركض للشارع المقابل لأن كان أكو كهرباء هناك بوقتها، وبالطريق نسمع العالم اللي بالشارع المقابل تهوس وتعيط. هنا قلت ويا روحي معقولة إجا الهدف الثالث؟ فعلا إجا الهدف الثالث بأقدام اللاعب حيدر محمود بالدقيقة 78. هنا كنا وصلنا للشارع اللي بيه الكهرباء، وبقينا نتابع المباراة، وبعد 10 دقائق تقريبا يسجل اللاعب رزاق فرحان الهدف الرابع. ما أحكي لك بوقتها الهوسات والاحتفالات اللي صارت بالشارع، كل الناس برا تقمز وتهوس، يعني فعلا شيء لا يصدق. شلون العراق خسران 4-0 وبآخر 20 دقيقة من المباراة نسجل 4 أهداف؟ ما تتخيل الإحباط اللي صار على وجوه الجمهور الأردني، والفشلة اللي صارت لأنه الملك موجود هناك والملكة موجودة، وكل ما يجي جول ورفع عيد الملك وفرحان إنه أجا جول على منتخبنا الوطني، فتخيل شنو شعوره بعد ما أجتي 4 أهداف بآخر 20 دقيقة. بعدها يصفر الحكم إعلان نهاية المباراة، وتروح المباراة لضربات الجزاء الترجيحية. الركلة الأولى كابتن راضي يسجل الهدف الأول، ورها يجي هدف للمنتخب الأردني. الضربة الثانية للمنتخب العراقي ينفذها اللاعب حسام فوزي، لكن مع الأسف تضيع. الضربة الثانية للأردن هم تضيع، وهنا يتجدد الأمل، لكن رياض مزهر يضيع الضربة الثالثة بعد ما ارتطمت بالقائم، ويسجل اللاعب بدران الشجران الهدف الثاني للأردنيين، وهنا النتيجة صارت 2-1. التسديدة الرابعة هم تضيع ترتطم بالقائم، والأردن سجل الهدف الثالث، وهنا رسميا الأردن تفوز بالبطولة بعد شق الأنفس وتتوج بالميدالية الذهبية، ومنتخبنا حصل على الميدالية الفضية. والمضحك بالموضوع انه من رجعنا للبيت رجعت الكهرباء بعد ايش. هذه كانت من اكثر المباريات اللي بقت بذاكرتي وبذاكرة اغلب العراقيين اللي كانوا موجودين بوقتها، وما انساها ابد. بعد هذه المقدمة اريد اقول انه بكرة القدم ماكو شيء مستحيل، وبآخر دقائق ممكن أي نتيجة تنقلب وتخالف كل التوقعات. هنا أنا بالمناسبة اتسلط الضوء على تاريخ لقاءات منتخبنا الوطني العراقي أمام المنتخب الأردني اللي كفتها تميل لمنتخبنا الوطني العراقي أكيد. أول لقاء كان يوم 16/10
عام 1964 فاز منتخبنا العراقي بثلاث أهداف مقابل هدف. وآخر مباراة كنا نتذكرها كانت النتيجة 3-2 للأردن، وكنا نعرف ليش صارت هاي النتيجة. على العموم أكبر نتيجة فزنا بها على الأردن كانت هي 7-1 في مباراة ودية عام 1982، وأكبر خسارة إنه هي 4-1 بمباراة ودية سنة 2010. مجموع اللقاءات هي 47 لقاء بين بطولات وتصفيات ومباريات ودية، فاز بها العراق 28 مرة وتعادل 11 مرة وخسر 8 مرات. أكيد ضفت مباراة كأس آسيا الأخيرة. اللقاء الجاي راح يكون يوم 14 نوفمبر على ملعب جذع النخلة في البصرة كراج حويدر. نريد الجمهور كله يتوجه للملعب بذاك اليوم ويآزر منتخبنا الوطني العراقي. أتمنى أكيد الفوز لمنتخبنا الوطني حتى يصير الفوز رقم 29. ورسالة لكل الجمهور أن يبتعد عن كل المهاترات والشحن اللي يصير بالسوشيال ميديا، ونحط كل تركيزنا على تشجيع منتخبنا الوطني، وننطي للمنتخب وللاعبين طاقة إيجابية قبل وأثناء المباراة. خلي نكون مثال يحتذى به. وأكيد أهلا وسهلا كل الجمهور الأردني في مدينة البصرة، ورح تشوفون أحلى جمهور وأحلى أجواء في مدينة البصرة الجميلة. وكل التوفيق للمنتخبين، لكن أكيد أنا كعراقي أتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني. كانت هذه نهاية القصة العراقية الأردنية الكروية. أتمنى عجبتكم القصة، وإذا عجبتكم لا تنسون تسوون لايك وتشتركون بالقناة، لأن هذا الشيء يشجعني على الاستمرار. كان وياكم أخلد في مكان ما على وجه الكرة الأرضية. شوفكم